يا هلا والله فيكم بقناتنا. فيد جديد وتحدي الالوان مع ريان. هالمره التحدي تحدي الاخضر مع ضد البرتقالي. ريان راح يكون البرتقالي مع السناكات اللذيذه وانا الافضل السناكات اللذيذه. اختاروا منه احلى، شوفوا منه اللي يعجبكم. اتوقع نفس الشيء هم. فعندنا مشروبات، عندنا اكل، عندنا شيبسات، عندنا بسكويت، وعندنا اغراض. فالحين راح نجرب ونبدا باول منتج. شنو حاب تجرب يا ريان من هذه المنتجات؟ بدي بسي بطاطس، ريان البرتقالي وانا الاخضر، ريان جبنه وانا ملح وخل. اكتبوا لي التعليقات بعدين مين راح يفوز، انا والله ريان. كيف ما حد يفوز؟ كيف مين يعني اكله احلى ترتيب حقه؟ طبعا انا احب الملح والخل. ريان كل شيء يحب. يلا يا ريان ما راح تاكل كله طبعا، راح استناك لبكره. انا اعطيه هذا 10 من 10. يلا اللي بعدي يا ريان. 10. شنو حاب تجرب؟ شكلك نجرب البرينجلز. يلا ريان برتقالي انا اخضر. ثوم. هذا ثوم؟ لا كمام عافس الدنيا. مستحيل يعجب برينجلز. ما عجبني بس لا بأس فيه. 7. في تقييم 6. أنا 10. يوم صورناكم كمام أبيض إنه ما لقيت كمام أسود. نجرب هذا، إيش رأيك؟ صلصة. لونها أخضر. حبة ريان. رقم 10. قولهم أعطونا 10 لايكات. 10,000. يلا انا ما بناكلها كلها. لذيذة. 8 من 10. بعطيها انا 7. هذه لصفا راح اشيلها، راح احط صفا بعد شوي اعطي فيها. لذيذة ريان؟ 10 من 10. 8. فكن نجرب مشروبات. جرب آخر واحد منهم. شي. انا ماخذه هذا ليمون على كيوي. انا ما احب الكيوي صراحه. نجرب ما يخلنا نجرب المشروب. عاد عندنا مشروب ثاني مو لازم نخلصه، بس نجرب كوكتيل. يلا نجرب. يلا نقول بسم الله. احس احلى. تحس احلى؟ عجبني. من انا ما احب الكيوي بس يمكن انه معاه ليمون فهو لذيذ. اعطيه 10 من 10 هذا العصير. انا اعطيه 10 من 4. خلاص ثاني مرة في البقال لازم اخذ نفسه. عصرتكم 4 محبة. 10 من 10 هذا العصير ليمون مع الكيوي. النفس جرب هذا اول مرة في حياتي ما جربته. انا هو جديد والله من زمان موجود بس انا ما جربته. ترى عادي حتى لو جربته احنا نجرب مو بس الكراميل. هذا قطعة واحدة ونقول بسم الله. يلا يا ريان. انا اللي مالي احلى. هذا بالمكسرات صح؟ البرتقالي. دايب. مقصة. ايه تاكل ليش؟ تاكل كل انت؟ عشرة. الحين الله يديم النار. اول مرة اجربه طعم كانكم تاكلون ملح. شوكولاته مع ملح بس ما راح اقطه طبعا. انما انا اكله عادي. لا 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 ما تاكل. تقييم حقي 6. 10. 6 من 10 او 5 بعد يمكن. هذا البسكويت انا اخترت هذا. شوفوا الاخضر وريان برتقالي. انا بكريمة البندق وريان على شوكولاتة. هذا جيتهم كذا قطع. يلا نجرب واحدة وبسم الله. 7. لا والله لذيذ ومقرمش.
صوت القرمشة تبين. 7. أنا أعطيه 9 من 10. الناس بيقولون أندومة بس خلوه آخر شيء. خلنا أندومة آخر شيء مع المشروب. صح. عشان ريان يستمتع. هذا 10. ها؟ هذا هي. هذا أول مرة أشوفها. هذا جبنة تشيدر كلاسيكي مع البصل المكرمل، يعني كراميلا على بصل على ما أدري شنو. يلا، وهذا على ليمون وفلفل أسود. حس ما في طعم، كنا على ملح. ما في فرصة ثانية. طعمه يشبه الليز الاصفر بس باينه. هو ليز، هو ليز. اي الاصفر زي الاصفر العادي نفس الطعم بس مبين الفلفل الاسود نفس طعم البرنجلز الاخضر. قليلي قليلي قليلي. يلا ايش تاكل يا ريان؟ في ناس يقولون ده يا ريان. هذا ولا هذا؟ هذا. انت تقول هذا وانا اقول هذا. خلينا نلعب حجره ورقه مقص، اللي يفوز راح نفتحها. اوكي. ها حجره ورقه مقص. حطوا لايك. اصب الغلط طلعت. يلا بس حطوا لايك. حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص. بس يعني نفتح هذا. يلا ريان يفوز على امه. اوكي ريان فاز على امه. هذا هو نفس الطعم هذا بس من برا، هذا اخضر وهذا البرتقالي. شوف 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 نحب نسوي كذا. نسيت هذا عشق ريان ام، هو الصغير ويحبه. من الحين قبل لا اجرب اعطيه 10 من 10. زين خلي شويه ارجع. والله حب. يلا باقي 4 منتجات نجربها ونخلص فلوقنا. 4. نقول الفكرة ما في شيء. هذه هي 4. ما ودي اجربها هذه. هذه انت تاكل. توني امس شفت مقطع، هذا واحد من الاطفال اصغر طبعا عمره كان طفل عمره تقريبا 2 سنين، اكل هذه وما مضقها وبلحها على طول، وقفت عليه في المعدة، سووا له أشعة وجات له ألم في المعدة، لين أعطوه أدوية تنزلها يعني إنه يطلعها مع البراد. أنتم كرامة، فحاولوا دائما إذا أكلتون هذا إنكم تقرمون يعني تمضقونه مو تبلعونه على طول. هذا نفس الشيء أتوقع بعد، بس هذا قاسي لأنه أصلاً شوفوا الألوان. هذا خاتم. هذا انت مو تبلع على طول. اتوقع هذا كل اللي كلناه، هذا وجبة عشاء لحالة. خلينا نجرب هذا عشان نخلي الأندومة اخر شيء. يلا يا ريان رسم عليه وردة. هذا ريان اخذه من الرياض لما كنا في الرياض. كنا على كيوي. اما اذا كيو ما راح اكله. اذا افتح حقك. انا كنا على البرتقال. لا مو باسنانك، مو باسنانك. بعد هذه الحلويات كلها يا اطفال شنو تسوون؟ تطفون اسنانكم. والله كم شيء. لان هذه كلها تضرب الاسنان. بسم الله. حلو طلع مو كيوي يا ريان. انا احبه. عشان راح نسوي الاندومي ونجيلكم. ريان اندومي الكاري وانا اندومي الخضار، راح نطبخه ونرجع. جهزت اندومي وصفقة جالسه تنتظر هنا. تعالي تعالي بعد، تعالي تعالي تعالي. وريان يبي يسرق لحقي السراق. اول شيء نفتح الشوكة يا ريان.
طبعا من غير ما اجرب. الاخضر دائما يفوز، تقييمه 10 من 10. واو لذيذ. 10 من 10 صفوي، ترى لذيذ هذا، انا عارف طعمه. ده ما سويت شيء. خلنا اجرب انا اللقمة عن خاطري لان صفتها بي. صحيتكم صح؟ كم التقييم حقك؟ 0؟ يفكر بعد. 6. 6؟ يعني مو لذيذ ما تاكله؟ مش هبول. خلينا نجرب المشروب. هذا المشروب على ليمون وريان حقه على شنو؟ اوه شكرا الخط. على مانجا وخوخ. يلا نقيم. في حموضة باينة هذا. ريحة الخوخ، قصدي طعم الخوخ. خوخ ومانجا حقك. كم التقييم حقك لهذا؟ 7. انا هذا اعطيه 9 من 10. 7. وبس. شايفين ريان جالس ياكل يقول مو حلو، وخلص الاندومي. ويلا نشوفكم في فلوقات ثانية، ولو عجبكم المقطع حابين نسوي الوان ثانية بنفس يعني مثل بالتعليقات، اكتبوا بالتعليقات اعطونا لايك. ويلا مع السلامة، يلا باي. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، نسينا. يلا باي باي.